كثيرا. صل وسلم وبارك على من ارسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، وارض عن اله واصحابه ومن سار على نهجه، وارض عنا معهم يا رب العالمين. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه الآية فيها توجيه إلهي عظيم جليل قد يغيب عن بال كثير من الناس. الآية تنبه العباد ألا يتكلموا في دين الله فيحللوا أو يحرموا إلا إن كانوا يعرفون أن هذا التحريم أو التحليل صادر من الله تعالى أو من رسوله، ويكونوا مطلعين وعلى بينة وتأكد من هذا الكلام فحينها يتكلمون بذلك. أما إن لم يكونوا على يقين ودراية وتأكد فإنهم يقعون في مصيبة كبرى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أنت لا تدري ما حل هذه القضية من حرمتها، ورغم ذلك كذبا وزورا وبهتانا وادعاء للعلم تقول هذه حرام، هذه حلال، هذه تصح، هذه لا تصح. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالإنسان الذي يتكلم في شريعة الله تعالى بغير علم أو تأكد يدخل تحت هذه الآية ويكون جزاؤه أنه من غير المفلحين، وغير المفلحون وغير المفلحين هم الخاسرون، هم الضالون. كم من الناس من يتفوه في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجلس جماعة في سهرة، في تسلية، في مجلس، في أي مكان، فيتكلمون في مهبة ودب، ومن جملة ما يتكلمون به أن يخطر على بال أحدهم ذكر شيء من آيات القرآن أو أحكام الشريعة أو الأحاديث الشريفة أو قصص العلماء والصحابة وما إلى ذلك، فينبري أحدهم فيقول هذه كذا، هذا يصح، هذا لا يصح. قد يطرح إنسان تساؤلا في هذا المجلس فيقول ما حكم المسألة الفلانية، فينبري أيضا أحد الأذكياء المدعين للعلم والفهم فيقول أي حلال افعلها، يعمل إيه على رأيي صحيح، رقبتك كرقبة الجمل صحيح، تحتمل كثيرا، تحتمل كثيرا من الضرب عليه. وهو لا يفقه أن يقرأ الفاتحة بشكل صحيح ثم يقول ويضرب، هذا حلال عرقتي فعله ساوي، كما قلنا وهو لا يدري كوعه من بوعه كما كانوا قديما يقولون، ما يعرف شيئا أصلا، وإنما لعله قد يحضر عند بعض الشيوخ في حلقة مولد أو ذكر وهكذا، أو قد يكون قد سمع منذ 30 سنة قضية من قضايا الدين ولم يفقهها، وقد وكله مما ليس طريقا لتحصيل العلم الشرعي الصحيح، فالعلم له أهله ويحتاج إلى بذل جهد، وليس القضية هكذا رميا عن الكاهل وإسقاطا عن الإنسان وهكذا، هذا لا يكون في دين الله، هذا لا يكون. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أحد الأئمة الفقهاء الكبار، وهو غير الصحابي الجليل أنس بن مالك ولا علاقة له به، أن بعض الناس يخلطون بينهما، الصحابي الجليل أنس بن مالك شيء، وهذا الذي نتكلم عنه من أتباع التابعين مالك بن أنس رحمه الله من الفقهاء الأربعة المجتهدين الذين نعرف مذاهبهم، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. هذا الإمام كان يؤتى إليه بمسائل فيسأل عنها، فإذا لم يكن متأكدا من القضية في هذه المسألة أو اجتهد فيها هو ليس فيها نص صريح من القرآن أو نص صريح من السنة،
درس هذه القضية، قاسها، هذه المسألة تشبه المسألة الفلانية المذكورة في القرآن، هذا يسمى عند العلماء قياس اجتهاد يعني، فقاسها فوجد أنها تتشابه معها في الحرمة. قبل أن يقول هذه القضية حرام يخطر في باله هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فلا يتجرأ أن يقول هذه المسألة حرام، يقول أكره هذا ما دام ليس فيها نص صريح من القرآن، رغم أن قياسه جيد ومثقل، ومن ناحية علمية يعني لو قال حرام فليس عليه شيء لأنه درسها ولأنه عالم ولأنه يقيس قياسا صحيحا، لكنه يخشى على نفسه أن يدخل في هذه الآية فيكون مخطئا، فيقول أكره هذا أو يحسن هذا، لا يستطيع أن يقول هذا حلال وهذا حرام لما لم يرد نصا صريحا في القرآن والسنة، وهو ومن هو جبل من جبال العلم لا يستطيع ذلك. جاءه يوما من بلاد المغرب رجلا قد ساق مطيه حتى وصل إلى المدينة، فسأل عنه فدل عليه فجاء إليه، فجعل يطرح عليه المسائل يعني أسئلة، فيسأله ويسأله، سأله عن 40 مسألة فلم يجبه إلا على أقل من 10، وقال في البقية لا أدري. فنظر إليه السائل في آخر المجلس وقال: يا إمام تقول لا أدري؟ أنا خضبت إليك المطي يعني ركبت على جملي وجئت إليه من أقصى البلاد لأسألك فتقول لا أدري؟ ماذا أرجع لأقول لأهلي بأرض المغرب؟ جئت إلى مالك بن أنس عالم المدينة فقيه الدنيا المحدث الكبير لأسأله فيقول لي لا أدري؟ قال: نعم، إذا رجعت إلى أهلك فقل لهم قال مالك بن أنس لا أدري. انقل هذا الكلام، قل لهم مالك بن أنس يقول لا أدري، أنا لا أعلم، هكذا قل لهم. ما هذه التقوى التي كانت في قلوب هؤلاء؟ وكيف يتجرأ الواحد منا ومن أمثالنا البسطاء الضعفاء على القول في دين الله بغير علم ورمي الكلام هكذا على عواهنه بلا تأكد ولا بحث ولا تيقن؟ كيف يكون هذا يا أيها الكرام؟ ويسمع رجلا قال كلاما في الرأي أو فيما يسمى بالنت أو في كذا أو نقل إليه فيقول عنه: طيب أنت تعرف دين هذا الرجل الذي ينقل هذا الكلام؟ حتى وإن سمعته في الرأي أو في النت، كم من المضللين في هيئة أهل العلم والدين يخرجون على الرأي وعلى النت وعلى غيره ليفتوا الناس بغير علم، لا لأنهم يجهلون بل لأنهم كما قلت مضللون، وأنت لا تدري من هو هذا الرجل، هل هو مضلل أم هو عالم صادق يخشى الله؟ ليست القضية في العلم فقط أيضا، وإنما هناك علماء لا يخشون الله فيفتون الناس بغير ما يعرفون لأنهم لا يخشون الله لا لأنهم يجهلون، والإنسان الجالس لا يعرف عنه شيئا، سمع هذا قال به، والله شفت على التلفزيون، من هذا الذي رأيته؟ ما مقدار علمه؟ ما مقدار خشيته لله؟ ما الذي تعرف عنه؟ قال لا أعرف عنه شيئا، لا تنقل عنه شيئا، لا تنقل عنه حكما إلا بعد أن تتوثق من الذي يفتيك، ما دينه، ما تقواه، ما علمه. سل، قال من أين أعرف؟ سل الناس، لا بد أن ينطقهم الله تعالى بما في هذا الإنسان. قضية الحلال والحرام يا أيها الأحبة قضية خطيرة مهمة في حياتنا، فإن لم تتوثق من المسألة فلا تقل فيها بشيء. أخرج الإمام الدارمي في سننه رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، وهو حديث ضعيف لكن يتقوى عند بعض أهل العلم ليصل مرتبة الحسن فيؤخذ به إن شاء الله. أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار،
لا تعرض نفسك لعذاب الله إن لم تكن متيقنا من أحكام دين الله، فالإنسان مسؤول عما تنطق به شفتاه. أسأل الله لي ولكم أن يعصمنا من الفتن ما راح فيها وما رفضها، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان.